السلام عليكم. حنايا اليوم في الجعد ودابا هنايا كاين المقام ديال سيدي بوعبيد الشرقي اللي ولي صالح كبير عاش حياته في ذكر الله وفي الدين وفي العلم. غنمشيو نكتشفوا المقام ديالو ونوريه لكم. يلا هذا المقام ديال سيدي بوعبيد الشرقي اللي بدات في 926 هجرية ومات في 1010 هجري. يلا ندخلوا نكتشفوا. وفي محبته ارواحهم بذلوا. الله 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 يا مولانا. الله 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 لا اله الا الله. لم تلههم زينة الدنيا خروفها ولا جنها ولا. السلام عليكم. حنايا اليوم في مدينه بجاد، مدينه العريقه. في هذه المدينه كانوا بزاف ديال اليهود عايشين هنايا. هذا هو الموضوع ديال الحلقه، نسولوا على اليهود المغاربه اللي كانوا عايشين هنايا. 1940 كان تقريبا 250 الف يهودي عايش في المغرب. غنسولوا بجاديين كيفاش كانوا تيتعايشوا مع اليهود وغادي نكتشفوا المدينه. خليكم معنا. نسولك على شحال هذا هنايا فاش كانوا اليهود المغاربه، عقلتي عليهم؟ اييه كانوا مزيانين. الله يعمر لهم الدار. ولا كانوا كيفاش كانوا مزيانين؟ كانوا مزيانين. كانوا تيديروا التجاره، الفلاحه، التجاره عندهم على الكتان. كتان كتان والصابون البلدي. الصابون البلدي اييه. اش كيديروا في الصابون البلدي؟ تا كان تا ما كانش الحجره. هو هما اللي دخلوا الصابون البلدي. هما اللي دخلوا الصابون البلدي. ما كانش الحجره كاع، حاجه تاع المنجل. ايه. ما كاينش حجره. لا دهن الصابون البلدي. الصابون البلدي وتيديروا الليف وتيصبنوا به عباد الله. هما اللي صوبوه. هما اللي صوبوه. هما اللي علموا الناس التجاره. هما اللي علموا التجاره والكتان. كانت هذه الجهه هي كاع تاعتهم، هذه تيديروا الصف ديالهم. تيكونوا مجموعين. اي وعندهم دوك الميكنات، عند عيالاتهم في الديار. الماكينه تاع العيالات تاع هذيك الماكينه تاع ديال الكوينه. واش كنتو كتلاقاو معاها؟ كانت حياه زينه احسن من دابا. اليوم اللي تعاودت الايام، اليوم اللي تصوبت، اليوم اللي تعاودت وقرات الناس وفهمت وخافت الله. تماك ما كانش خوف الله، كان الناس وفقراء عرايا حفايا. اليوم فين الناس وتمنظر وما هنا راه كان على التراب والعجاج. كان الفقر والحفيانين وعريان. مزيانين بالفقر. واش كانش كلشي عريان ولا شنو؟ كلشي عريان؟ تشيمير وجليلي بيا ايزار وخروق وزار والسروال ما كانش اللي تيركبو. ما كانش السروال. وتقول انا نقول لك لا عيالات لا رجاله. انا نقول لك الكلام راك تسجلي فيا. والكيلوت كان؟ لا تيدخلوا الناس الحمام عرايا. انت اش تقول الحاج؟ هذا الكلام صحيح. تدخل مع الرجاله عريانين. كل شيء عريان، لا راجل ولا دري ولا دريه. العيالات تاعهم وحدهم. العيالات تاعهم وحدهم والرجاله بوحدهم. اييه كل حمام وحده. وكيفاش تدخل مع الرجاله كتشوف ديال الراجل؟ واش ندخل انا براسي؟ حتى عريان. ولا مالي انا نقول لك. كانت زاهيه عندكم. واش بغيت ديري؟ ما كانش الكراسن. الكراسن ما جاو حتى الاستقلال. عاد قالوا الناس لا واحد باقي يدخل عريان حشومه. والناس توقل. بحال كانت الجلال محشومة تدخل بجلابة الحمام. ما هيش الجلابة، الجلابة راه يدخل يحطها ويدخل يعوم، ولا تدخل عريان. وانت فاش كتشوف صاحبك عريان هانية واش غادي ديري ليه؟ ما عندك ما دير ليه. واش غادي تقولي ليه؟ انت عريان وكاع عريان والاخر عريان وخاصك نوي راسك حتى هو الاول. كل شيء شايف ديال الاخر. ايوا شنو؟ عيب فنان واحدة. عيب فنان واحدة. تلاقى مع واحد هو
قايد كاع ديك الساعه وتشوف لي يكون قايد ولا يكون كيما كان. لا دخلنا الحمام تنولوا عليا كيف كيف ما تعرفي فين القايد من الخليفه. ولا سيد القايد راه عندك حتى تنخرجوا عاده نعرفوا بعضياتنا. طلبوا على شي ورقه تقول لي راني شايفك عريانه بلا ما تصور عليا. اخ خايف لا شي ورقه هنا ورقه اللي كان لا ورقه لا ما عندك ما يعطيوك والو. والو السيدة تجيك تدعى مع ضدك ولا شي حاجه شي ورقه ولا شي حاجه والو ما كاين حتى حاجه. واش نقول لك؟ كاين والو؟ والو كانت ليام ضعيفه. اليهود هما اللي علموا المسلمين الخرازه. خرازه؟ اي علموهم خرازه علموهم يبيعوا يشريوا في الكتان. كتان؟ اليهود ووراو لهم كيفاش يديروا. نهار مشاو بقاو المسلمين عاده يخرزوا حتى هما في بلايصهم. خرزوا الخرازه يعني الخرازه جات من اليهود. من اليهود كل شيء من اليهود. كل شيء من اليهود. كل شيء أه؟ الكوردون تا كوردونيت تما هما اللي علموا المغاربه ديالنا ملي بقاو تيديروا هما اللي علمونا الحرفه. ايوا شنو؟ كانوا المسلمين تعرفوا؟ لا كانوا يخرجوا القرب ينقشوا الرحي تيدير العود ويخرج للدوار يدور. ياه اه اليهود. يهودي هذاك؟ لا كيتعاشر معاه؟ عارف ليه عارف اليهوديه. شكون شكون؟ هذاك اللي مرتاح ديال الكوك. اللي تياكل النعناع؟ اه اللي كياكل الجلبانه. جلبانه؟ اه سميتو؟ سميتو؟ أه؟ سميتو؟ الحاج رحال. الحاج رحال؟ كي داير الحاج؟ هاني بخير بس عليك. واش كان الحاج تعاود لي على اليهود اللي كانوا هنا في الجاد؟ ما نعطيك اخبار. والله العظيم. اعطيني شي اخبار اعطيني. والله لا لا ما عرفتش عليهم. ما عرفهمش ما عرفهم. كيصلي معاهم. حلف؟ وكياكل معاهم. كلا من نقول لك ندور معاه. وعاود لي الحاج. دور معاه الا بغي يعاود لك القضيه الحقيقيه دور معاه. يصلي معاه في الكنيسه. كان تيصلي معاه في الكنيسه. قول له اليهودي. اه؟ اه تريح معاهم في سي مراكاك مناسبه ديال شي عيد ولا شي حاجه صافي. الله ديالهم ما كانوش يصليوا نهار الحد. ما عرفت. يصلي معاهم. حلف؟ وكياكل معاهم. انا نصلي معاهم هذه انا منهم. يصلي معاه في الكنيسه. فين كانوا تيصليوا؟ واحد الحوش. كيشعلوا في العافيه كيشعلوا في العافيه وكيبقوا العافيه وتبقى يمشدوا وكيبقوا خيط تيبقى يديروا بحالك تيبقى يدير بحالك تيزينوا بداك القران بحال الانجيل انجيل التوراه بحال التوراه 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 تيهزوا هكا تيبقى وتيبقى يمين تيقول سيدي محمد سيدي محمد سيدي محمد الرسول ديالنا تيقول يمجد تيمجد محمد ديالنا ديالنا ما شاء الله عليهم راسهم 100% تحبوه حبا جما تحبوه تحبوه تيقول لك انتم ديالكم وحنا ديالنا مأمنين به مأمنين به مأمنين به انتم معنا الجنة ان شاء الله بحالنا تيقول لك حنا يهود مغاربة عاب 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 عن جد ونعترفوا مغاربة ديالنا وانتم مغاربة خوتنا. الحاج الحاج كي داير؟ تعرف شي واحد فيه فعيل اليهود؟ اليهود زعما القدامى ما بقاوش هنا. ما كرهتش تكون كنت يهودي لا؟ ما كرهتش نكون معاهم دروقتي والله العظيم. الحلم ديالي هو مشى لاسرائيل تا الابي. تا الابي بالضبط. والله تنمشي لها بالله. هذا الحلم ديالك. الحلم ديالي. دابا نحقو ان شاء الله ومشى عندهم. زاد عليا يهود بزاف انا. كنت بنا شحال يديروا التطبيع معاهم. ولكن للاسف ما يلاه جات هذه المده. دير شي رساله راه هذا البرنامج راه يشوفوا اليهود المغاربه دير شي رساله مو ربما يعيطوا عليك. تنقل عليكم السلام والله يحفظكم ونجيكم. وشارون شارون ليه باقي حي؟ شارون؟ لا مات مات مسكين الله يرحمه. دابا كاين كنا نعطينه نتنياهو اه نتنياهو راجل وكاع يهود ورجال كاملين الله يعمر هضر واقفين معنا وش يعاونونا. انت باغي تمشي لتل ابي؟ تل ابي الحلم ديالي هو تل ابي. وشنو بغيتي تخدم تما؟ شنو بغيتي تخدم تما؟ اه اللي كان اللي كان نخدم انا موجود. خدي راح نود المسمن واخا مسمن واخا حيره الله يعمر هذاك زعما تنتمنى نمشي عندهم. تيبان لكم الناس مزيان؟ لا مزيان الله يعمر هضر. هادشي اللي كاين فلسطين ما تدوش لها لا؟ واه الوقت مشي لاسرائيل الاولى عاد نشوف عاد تدوز فلسطين آه. سلم عليهم وترجع لاسرائيل ونرجع ان شاء الله لاسرائيل. هادشي اللي كاين اخويا تبارك الله الله يحفظكم اخويا. انت مثلتي في شي فيلم قالوا لي شنو سميت الفيلم؟ صلاة وسلام عليك رسول الله. هذا شي دفوع كان ولا شنو؟ عرس هذا؟ لا فيلم قد زعما مثل فيه بنت توريه وحميد يعني بنت حميد اللي عينيه زيغات. اه عينيه زيغات ومثلتي مزيان عجبك الحال؟ عجبني الحال. خلصوك مزيان؟ مزيان. شحال عطاو؟ 50. 50 شنو؟ 1000. 50000 ريال؟ صافي تهلاو فيك. مشاو من هنا
تيبكيو ما بغاوش ما بغاوش يعني يفرقوا تيجيو هنا البجع تيبداو يبوسوا في الحيوط ديال البجع عامر بيريز اه لا تيجيو تيجيو للدرب عندهم هنايا بغاو يبوسوا الحيوط واه تيبوسوا الحيوط انا في الجنه انا في جعيدان انا في الجنه انا في ارض جدادي انا في ارض والديا نهار بغا يمشي وراه بقى بهم الحال تيبكيو كلشي تيبكيو كلشي تيبكيو انا ولفو ما صابوش بحال المغرب تيقولوا احنا مغاربه احنا مغاربه احنا المغرب ديالنا شنو مغاربه خوتنا راه تيقولوا الان دابا تيقولوا هما كانوا تياكلوهم المسلمين تياكلوهم المسلمين تياكلوهم في رزقهم اي تيديو من عندهم القراشل والكتان والخياطه احنا ما حناش بحال احنا غدارين احنا غدارين احنا غدارين هما مزيان لا هما ما يغدروا ما يخافوا تيجيو معنا البهايم احنا فينا الدغل شويه الدغل واه شنو زعما زعما كدبتي فيها الكلمه ديالي لا والله الحاجه قول لي انا معاك كان احنا الليله احنا هما كانوا معقولين معقولين كانوا منفعين الناس وكيديروا البهايم للناس وديروا بصات الله يشفيك واحد الكلمه اليهود اليهود احسن من المغاربه حيت اليهود كيعاونوا بعضياتهم اما المغاربه ماشي يعاونوش بعضياتهم اليهود دابا فاس واحد اللي بغى يدير بروجي كيوقفوه على رجليه هنايا ما كيوقفوكش على رجليك هما كيهرسوا لك رجليك شالوم تقول لي السلام لا سلام سلام تقول لي السلام لاباس محمد تيك محمد لاباس لاباس با سيدي كيدير با سيدي تقول لي كيدير نعمات با سيدي قات هذيك 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 با سيدي تقول لي بشحال شبرديله واه تيقول لك تيقول لك شحال شبرديله شحال شحال صباط يبيعوا ويشروا في الذهب واسمو عليه هذا هو اللي كان عندهم هما كان هنا تيديروا القياطن هنايا قيطون ديال الميمون وواحد لواحد اخر وتيبيعوا وتيشريوا حتى كانوا عندك صحابيهم؟ لا كان على الوالي اللي كان مراته مع شي واحد كان تيقول لي ميمون ميمون اليهودي اه كان تعاود القراش لهاي يا وكان صاحبو تيجي راجع معاه تيعمروه تاي لعبوا دامه والله ما كساق انا تنجي معاهم صغير انا راه زايد راه نعقل على المظاهر انايا مزيان عقلت على محمد الخامس عقلت على فاش هزوه وفاش ردوه عاقل ايه انت شمن عام زدتي وانا حاط في 51 ولي زايد قبل لو علم ما كانش عندنا لا كار انا يدير لك انت مقيدين 51 وكنت زدتي قبل انا ما عنديش 70 انا دوك ما عنديش 70 انت شمن عام زدتي الحال عام بوزكواغ ها عام بوزكواغ بوزكواغ القمح 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 تيحطوا فيه وفيه الضباب الحاج راه عاقل عليه ذاك راه قف 36 36 شنو هي بوزكواغ كان شي قمح تيحط فيه غبره غبره فيه غبره بحال دريتي التراب هذاك العام زدت انا وجا القايد محمد تقيد علينا كان القايد محمد اللي حاكم ديك الساعه اللي يطنو محمد اللي يطنو محمد اي الحاج اللي عارفو راه لا القايد محمد جا في العشرين قد قد القايد محمد جا في العشرين قال وانت قلتي في عام بوزكواغ عام بوزكواغ في 36 والقايد محمد تقيد في العشرين اه في العشرين القايد محمد يا صافي هذاك شي قولي كان ما تعرفش انا التاريخات انا ما عارف لا انا عارفه كاين عام بوزكواغ وكاين عام برير شنو هو عام برير شنو هو عام برير ثبت الشتاء تاع برير الوالد طاح تاع نقطه ما طاح والو والو وكنا عاد ذاك العام تاع الرعده ذاك العام تاع الضحيات ذاك العام تاع هذا هذا زيد في عام الرعده هذا زيد في عام البركان هذا زيد في عام الجراد هذا ما عطلنا وكانوا يقولوا فلان زيد عام الكورونا ولا مات عام الكورونا كورونا كاينه واحد المضحكه تيقول لي وزدت كان بوك في الحبس ها وزدت عام كان بوك في الحبس عام كان بوك مجدود كان سافر شي بهي سكان المسلمين البجعديين قاسموهم افراحهم وافراحهم واحزانهم في جميع المناسبات بل وصلوا الى درجه الرضاعه مع بعض العائلات هنا في مدينه ابي الجعد سلام الرضاعه كانت هنا اليهودي خو مسلم من الرضاعه اذا كما قلت تعايشوا الى درجه الاندماج لكم اليهود بزاف زلاتيين ناس مزيانين ماشي ما فيهم غدر ما فيهم تحراميات ما فيهم معقول معقولين اليهود معقولين عطاك الكلمه يجي مع التسعود يجي مع التسعود ولا حتى التسعود وربع لا التسعود ما كاينش تلقاه واقف ومطاهرين مخنتين مخنتين مختمين مختمين انا شفتو بعيني ما جاش عاود ليا شي حد شتي اليهودي مختم اي من الحمام ولا فيه لا دراري تيلعبوا كانوا عاد تيلبسوا هنا وشتهم طاهرين
مطهر مختم. اي مختم. اليهود تو ما تيختموا. اي بحال هادشي بعينك. وعدهم واحد البهيمه الى شراوها وصابوا واحد الفرع في الكبده. راه كون كانت كبده نوريه لك. زايد ما ياكلوش كيبيعوا للمسلمين. حرام. حرام. الذبيحه ديالهم هي العجيب. هما اول وحدين في الذبيحه. كيف تيديروا الذبيحه ديالهم؟ الذبيحه ديالهم تيقول الله اكبر. تا هما تيقولوا الله اكبر. الله اكبر وتيضربوا ضربه وحده. ما خصوش يرجع. ما تيرجع ضربه وحده. الا رجع حرام. راه احسن ذبيحه هي الذبيحه ديال اليهود. هما تيذبحوا مزيان. هما تيذبحوا مزيان. ايوا ندخل نصلي. تصلي دخل تصلي. سير الله يتقبل سير. ذبيحتنا ياكلوها معنا؟ محاش لا. 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 حيت حنا تنديو الموس ونجيبوه وما خاصك غديه قالوا لي. ضربه وحده. تدويزه وحده. الا رجع حرام. ضربه وحده صافي. صافي. عرفتي انا نهار ذبحت راه درت شي ربعه. مزيان. تيقول خصو ما يتعذبش هذاك الحيوان. هذه مزيانه عندنا حتى حنا في الاسلام ما يتعذبش. هما داك الشيء مضبط. الحق الوقت الوقت. تيذبح الحزان. الحزان اللي تيذبح ليهم. الحزان اللي تيذبح. لا ما ذبحش حزان ما ياكلوش. ما دايزاش. احنا الدين تاعنا واسع. واسع ديننا واسع. الدين تاعنا احنا واسع. يا سلام الخبز ديال بجاعه تبارك الله وخا نشوف. ها؟ بسم الله بسم الله الله اكبر الله اكبر. دابا مع الكمامة نخليها هنايا تنساليو. كمل ليها. كول اخويا كول بصحة يلا تغدى معانا إلا بغيت تمشيو تغداو معانا مرحبا. اي والله. جايين في الغدا. ها؟ جايين في الغدا. ايوا ما خصكش حتى تشرط علينا. جاف ما يصعط ويعبد ما يكرر. الدار مول الدار ما يفرط. يعجنوا بحالنا تاهم. كيف كيف هما كانوا تيعجنوا تاهم. ونهار السبت تيديروا السخينة. السخينة. نهار السبت. وما تيطيبوش هما السبت. لا. تيديروا نهار الجمعة تتبات في الفران. ونهار السبت يجيو يداوها مع الصباح، هما ما تيشعلوش العافيه قالك نهار السبت. تيشعلوش العافيه؟ لا. بريكه ما تشعلش. لا. اي صح. شك انت تطيب الخبز وشاري خبز ديال الزنقه ما فهمتش انا كيفاش هاد القضيه. هذا ديال بولانجي. ديال الزنقه. ديال الزنقه ماشي ديال الفران. بحال هكا طيب ولكن كتاكل ديال الزنقه. هذه وحده اخرى شد. ان بعض العادات ديال الاكل اذا استمدينا من اليهود مثلا السفنج مقلي بالزيت وندوزوه بالعسل. السفنج ديال اليهود. ديال اليهود ثم هذيك المعقوده اللي خلاوها المعقوده اصلا يهوديه. الله محمد الله. عامر بيريز وزير الدفاع ديال اسرائيل في 2006 2007 المهم جا هنا جا لهنايا جا عندنا لضرب قادريين صابني انا خارج عاد لقاني اي قال لي طواش تكون انت صاحبي انت خويا عنقني قال لي ها داركم ها هي كاينه في الزنقه. عقل عليه. يعني عقل عليها. دخل قال لي ها الفران ديال بالحلاب ها هو تخونوا منا الخبز والسخينه. كتخونوا لي بالخبز والسخينه. المهم كنا تندي. اليهود وداك الشيء تقول مرا الله تو هو كاين. تحنا لله. نفس تحنا بناء الله نصار تقول تحنا بناء الله. ولكن كل واش ذاك كل واش تبع لنا. طريقه. الخريطه ديالو. الخريطه انت نصراني. لا لا اخونا عربي. وانا عربي دابا انا عربي تبع الرسول صلى الله عليه وسلم النبي وهما كلهم واش من النبي تابع هذا هو كيفاش دابا وكانت الوالده عندي كانت تخيط وعلمتها خياطه يهوديه خياطه يهوديه اللي علمتها علمت الوالده عندي كانت تدير الطرز والراشمه والرنده الطرز والراشمه والخياطه والتواب جلالب مغربيه جلالب جلالب وتكاشط وكل شيء تعلمت الوالده عندي من عند اليهوديه من عند اليهوديه كان كانوا تيقولوا لي سميتها هذيك اليهود سيمي 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 الحاجه سيمي لا ما عندوش حاجه ما عندوش حاجه عندوش حاجه سيمي تنهضرك على 1883 يعني يكونوا اثناء زياره شارل دوفوكو لمدينه ابي الجعد في خريف 1883 واستقراره لمده اسبوع هنا اشار الى وجود اليهود بمدينه ابي الجعد وهؤلاء اليهود تقريبا استعان به مقدم الزاويه في كشف حقيقه شارل دوفوكو هل هو يهودي ام مسيحي وبالتالي كانوا يستشارون وخذوا برأيهم من طرف الزاوية لأنهم كانوا تحت حمايتها. إضافة تحت الزاوية ديال سيدي بابي الشرقي وشارل دوفوكو كان مسيحي ولا يهودي؟ كان في الأصل مسيحي جاء وزار مدينة أبي الجعد في إطار التحضير النظري للغزو الإمبريالي الفرنسي بالمغرب. من خلال الرواية الشفوية ومن خلال ما تفيد ببعض المصادر التاريخية أن اليهود في مدينة أبي الجعد
لم يكن لهم مكان أو حي خاص بهم، بل كانوا موزعين عبر عدة أحياء بالمدينة، جاوروا السكان المسلمين وتعايشوا معهم إلى حد الاندماج. ومن مظاهر وتجليات هذا الاندماج وجود مقبرة المسلمين إلى جوار مقبرة اليهود، ثم كون أن حفر القبور بالنسبة لليهود كان مسلما، القبور ديال اليهود كان مسلم، كانوا يستعينون بالمسلمين في حفر قبورهم، في الحفر ماشي في التغسيل، لا في حفر قبورهم. هذا تيقولوا ليه المقوي، هذا هو المكان اللي كانوا تيغسلوا فيه اليهود ديالهم، الأموات ديالهم، أموات اليهود، تيغسلوهم هنايا، هما ما تيديهمش للدار يغسلوهم، تيغسلوهم هنا، وهنا هذا هو المكان فين كانوا تيتغسلوا، لأن الأغلبية ديالهم كانوا تيسكنوا هنايا، تيسكنوا هنايا في هذا المكان اللي تيقولوا ليه حنايا الملاح. كانوا ناس نقايه مزيانين، ما كاين لا تاريه لا والو، هما كانوا فضل منا، كانوا دابا هاد الحمام كان ديالهم تيدخلوا ليه بوحدهم ولا تيدخلوا حتى المسلمين بوحدهم؟ خاص بهم الحمام، هاو على الدوره المسلمين، والاخر حمام ديال اليهود كانوا واش تيه ولي قدامك، ولكن بحال صابو البلدي اللي هنا هو اللي هنا، ماشي زعما كي وراه حتى هما تيعوموا بعضياتهم، وحنا تنعوموا بعضياتنا، ما كاينش حتى يهودي ولا مسلم، ما بقيناش عاقلين، حنا كنا صغار ديك الساعه ملي كان اسمك الناس اللي غادي يعطيوك خبره مزيان، سير لواحد الدرجه وليدو بالقادرين. كاين دريات شي راجي شما في صواره يهوديات، والله الا داو معاك ضريفين بيناتكم علاقه سترونكيل بالجد، تيتيزات 19 مزياناش، والله الا 19 مزياناش مزيانه. دوزتي باش نعطيك الكونتاكت ديالك، الكونتاكت ديالهم لا خليهم لك، نوريك انا فهمشي كدا، تيديروا البهيم مع المسلمين. اسمح لي الحاج، كانوا تيتشاركوا في البهيم؟ ايه والبلادو تيتشاركوا ويديروا بحالكم بهيمه، باقا هالبلاد ديال دروك تنقولوا حيط اليهودي، شاري شي ناس وباعوا شي بلاد اللي هي واه سميتها حيط اليهودي، حيط اليهودي تيبقاو دابا سارح فيها شي حد مسلم؟ لا دوك واش هو شنو المسلمين شي بكري هنا اصلا المسلمين جنون ولا المسلمين ديال لا دوك ودي كيفاش كتعقل على الخبزه ديال هادي مع الخبزه ديال الاخر؟ مع الصف والعقل صافي كتعلمها؟ لا كتعلمو غير الصف، مول الصف مول النوبه، صف واحد ورا واحد واحد ورا واحد، تعرف هذا الحس ورصالي، وتتعرف التكريسه ديال بنادم كل دار تعرف التكريسه ديال مول الدار، ياه اللي صباع غلاط اللي صباع رقاق، ولا تلاقيت مع المرا تعرف وحده تتجري وحده تت ما قادينش، دابا انت تلاقيتي مع مول الدار تعرف خبزتين هنايا من صبعانه تبارك الله، الدار تاعي تبارك الله عليك الله يبارك فيك. انا بحال ساكن في الجحر ورتي اجي الحاج كان يهودا لانكري، يهودا لانكري هو سفير، كان سفير ديال اسرائيل في باريس، ولد بجاد اخته كانت فرمليه، كانت هي القابله ديال العيالات هنا في بجاد، هنا في بجاد واه البشر راه فيه مزيان وفيه العيان بجوج، الخير وفيه المختار، والله كي اليهودي كمغربي بشر واحد، بنا ادم واحد جزا لكم عزيز، لا ما قال البشر خلق الله راه كل شيء زين، كله فوق وكله الحساب ديالو كله الاخلاق ديالو كله الاخلاق هي المهمه في الدين، هي في المهمه صافي، كل واش من طريق جامع يكون بوذي يكون مجوسي يكون مجوسي يكون نصراني كل شيء خلق الله تبارك وتعالى، هذا هو الحمد لله والشكر لله، لانه كل شيء كل دابه فوق الارض رزقها على الله، كل شيء خلق الله تبارك وتعالى.